شباب وصبايا، أهلا وسهلا فيكم بجمعية شهد قسم الدعم النفسي الاجتماعي. اليوم بالمهارات الحياتية رح نكون مع الجزء الثاني من مهارة تقدير الذات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكوا كل شي جديد. أهداف جلستنا لليوم رح نتعرف على احتياجات الذات، ورح نتعرف على عملية التنمية الذاتية وكمان مراحل عملية التنمية الذاتية. خلينا هلأ نوقف مع أسئلة النقاشات. هل تعرف ما هي احتياجات الذات؟ ماذا تفعل لتطوير ذاتك؟ وهل تعتبر التدريب والتعلم المستمر مهم في تطوير الذات؟ يعني التعلم باستمرار واكتساب المعلومات مهم في تطوير ذاتنا، وليش؟ قام العالم إبراهيم ماسلو بوضع هرم تتمثل فيها احتياجات الذات، واللي هو مؤلف من 5 طبقات، وببلش من القاعدة إلى أعلى الهرم، يعني من تحت لفوق. رح نبلش مع الاحتياجات الفيزيولوجية اللي بتتمثل بالاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل حاجة الإنسان للماء والطعام والتنفس والنوم. وبعدها بيجي احتياجات الأمان اللي بتتمثل بالسلامة الجسدية يعني والأمان الصحي، يعني يبعد عن الاعتداءات والعنف. أما الأمان الصحي اللي عم نطبقه نحن هلأ، إنه عم نحمي حالنا وعم نضل بالبيت عشان نحمي حالنا من مرض كورونا. بعدها بيجي الاحتياجات الاجتماعية واللي بتتمثل إنه نكون علاقات صداقة، ننضم إلى أنظمة رياضية، جماعات رياضية أو أعمال تطوعية، مثل اللي عم نشوفه هلأ في كتير من الشباب عم ينضموا لمؤسسات طوعية لمكافحة مرض كورونا، وعم بقوموا بأعمال تعقيم ومساعدة العائلات المحتاجة، وطبعا عم باخدوا كل التدابير الوقائية لسلامتهم. ومنكفي مع التقدير اللي هي تحقيق مكانة اجتماعية، مثل اللي عم نشوفه هلأ بالمخيمات حاليا، الشباب عم تستلم مهام كاملة وتساعد الناس وعم تحصل على تقدير واحترام من الآخرين. أما أخيرا وهي تحقيق الذات اللي بتتمثل إنه معرفة الفرد كيف يستخدم قدراته، يعني عنا طالب شاطر بالرياضيات وهو عم يستخدم هاي القدرة وهاي الشطارة وهاي المعلومات اللي بيملكها إنه يدرس ويجتهد ويختص بالعلوم الرياضية. وهيك تعرفنا على احتياجات الذات مع العالم إبراهيم ماسلو. وهلأ رح نتعرف على عملية التنمية الذاتية. هي استثمار الإنسان في ذاته، أي استثمار قدراته وتطويرها. خلينا ناخد أمثلة ونوقف مع أول مثال، إنه أنا شخص مجتهد، أنا بضل مجتهد وبصير مجتهد أكتر، يعني متفوق بشكل كبير إذا أنا درست منيح، يعني حصلت على الوقت الكافي من الدراسة، جمعت المعلومات المفيدة بدرسي، يعني جمعت كل شيء معلومات ممكن تفيدني تساعدني إني أدرس بشكل أفضل، أحل أسرع، حفظت القواعد الرولز المطلوبة مني، نفذت المشاريع المدرسية المطلوبة، يعني كل شيء بيطلبوا مني مشاريع بالمدرسة بقوم فيها، وأيضا حليت كل أوراق العمل المطلوبة مني، سألت استفسرت عن الأشياء اللي أنا مش فاهمة كتير أو عندي لغط فيها. هون بكون ساهمت في تطوير ذاتي وتطوير نفسي في مجال العلم. المثال الثاني، أنا بحب ألعب فوتبول وشاطر في لعب الفوتبول، كيف بطور هاي القدرات عندي؟ باخذ دورات رياضية، بحافظ على لياقتي البدنية، يعني على جسمي وصحتي، وبتناول طعام صحي، وأيضا فيني أنضم لأندية رياضية وألعب عندهم بالنادي. كمان المثال الثالث، مثلا الصبايا عندها قدرة على كتابة الشعر، بقرأ أكثر عن الشعر،
بقرأ للشعراء أكتر، بستشير أساتذة العربي مثلا لأنه هن دارسين هذا الشيء بالجامعة بيقدروا يفيدوني، وهيك بكون أنا استثمرت قدراتي وطورتها، وبالتالي استثمرت ذاتي وعملت تنمية ذاتية لنفسي. مراحل التنمية الذاتية، طبعا عملية التنمية الذاتية هي عملية مستمرة بترافقنا مدى الحياة، وبتتألف من 4 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي إنه نحدد نقاط القوة عنا ونقاط الضعف مثل ما تعلمنا بالجلسة الماضية، ودايما نحاول إنه نحسن أو نستبدل نقاط الضعف بنقاط قوة. تحديد الأهداف والأولويات، لما أنا أحدد أهدافي من الأهم إلى الأقل أهمية، هيك أنا بكون عندي وقت أكتر أستفيد وأحسن بحالي. أما التقييم فهي إني دايما أقيم حالي أنا وين كنت. كنت أجيب 10 من 20 بمادة الفيزيكس، هلأ عم بجيب 12. صح أنا تقدمت بشكل بسيط وهني علامتين، بس هول علامتين بكرة رح يصيروا 5 و6. دايما التقييم بخلينا نعرف وين أغلاطنا، نحسن بحالنا ونستمر. طبعا وأخيرا التعلم باستمرار، التعلم باستمرار واكتشاف المعلومات والسعي نحو الأفضل بخلينا دايما نحس عنا تقدير ذات، وهو كتير مهم بعملية التنمية الذاتية. شباب وصبايا، هلأ رح نكون مع تطبيق كتير حلو، كتير بيعطينا طاقة إيجابية وكتير بيعطينا تقدير ذات من الآخرين. أول شي رح نعمله إنه رح نجيب مغلفات ونحط بكل مغلف ورقة ونوزعهم على أفراد أسرتنا. بعدها رح نطلب منهن إنه يكتبولنا صفات بحبوها فينا، سواء كانت شخصية، يعني إحنا أشخاص متعاونين، أشخاص هاديين، أشخاص جسدية مثل إنه نحن جسمنا حلو، شعرنا حلو، عنا طلة حلوة، أي شي حلو بدهم يكتبوه على هاي الورقة. هني طبعا بلاقوه فينا حلو ومميز. بعدين بعد ما الكل يكتب عننا، رح نقرأ هاي الصفات هني يقرولنا اياها قدام الكل بصوت عالي. بعدين كل حدا فيكو رح يتحدث عن شعوره، شو حاس بعد ما قروا هاي الصفات الحلوة والاشياء الجميلة فينا، وكيف كانت ردة الفعل مننا، انه كنا مبسوطين. فينا نكتب أي شيء، كيف كان شعورنا. شباب وصبايا، شكرا لحسن متابعتكم. إذا عجبكم الفيديو الرجاء اشتركوا بقناتنا وفعلوا الجرس حتى يصلكوا كل شيء جديد.